أعلنت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعياً إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية. وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.